تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل أن نبتدي معاكم هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى تكون إن شاء الله حافلة بالمعلومة الصحية اللي بتعزز بإذن الله من نمط الحياة الصحية عند الجميع، وأيضا تعزيز نمط الحياة الصحي أكيد بيساهم في الوقاية من الأمراض. لكن قبل ذلك خلونا نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا في الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحية كذلك لفريق الإعداد فريق قسم الإعلام المتميز دائما. أنا أبغي أذكر أسامي اليوم، هذا أبغي أحيي يستهلون. صبحت الله بالخير دكتورة ندى. صباح الورد. انزين ابغى اذكر هني عندنا اليوم نور نزال هي في الاعداد، وعندنا حسني البلاونه، وعندنا يوسف سعد، وكذلك ما ننسى يعني عندنا فريق بعد كذلك يساهم في نشر هذه الحلقات عبر دي اتش اي ميديا او قناه صحه وسعاده، هذه القناه اللي ممكن تنزلونها عبر يعني المتاجر الالكترونيه جوجل بلاي وابل ستور من خلال كتابة دي اتش اي ميديا، بتنزل لكم القناة. عندنا هناك حسن فارح بعد جزاه الله خير، دائما ما يرفع الحلقات، وأيضا أسمى الجناحي. أسمى الجناحي دائما ما تكون كذلك متابعة لهذه الحلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا مشاركة معنا. فصبحت الله بالخير أسمى، وخبرينا أهم ما يرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. البارحة كنا من خلال الهاشتاج الخاص بمنتدى دبي العالمي للسياحة الصحية كنا في الترند، ولا أمس كنا في الترند على مستوى إمارة دبي. جميل. للي حاطين خاصية دبي، وكنا التوب ترند، كنا رقم واحد الحمد لله. خاخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، الأشياء اللي تدور حاليا عندنا في القناة كذا عن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية. ولكن اليوم الساعة 11 عندنا لقاء قيادات في خدمتكم، راح يكون لقائنا مع المسؤولين في التنظيم الصحي، المواضيع لها علاقة بترخيص المستشفيات، المستشفيات الخاصة، اللي عنده مثلا شكاوي أو عنده ملاحظات يقدر يوجهها من الساعة 11 إلى الساعة 12، يكون على الانستغرام لايف وبريسكوب. ممتاز. طيب أسماء، بخصوص المنتدى يعني في شيء تبغين تضيفينه؟ نحن نبغى نقول لهم يتابعون الهاشتاج اللي هو DIHTF اللي هو اختصار لدبي انترناشنال هيلث توريزم فورم، وايضا يتابعون الحساب الخاص بالمنتدى والسياحه السياحه الصحيه اللي هو DXH كونكت. ومتى جلستكم انتم ان شاء الله؟ نحن ان شاء الله الساعه 2:00. ساعة انت ممتاز، الجلسة مفتوحة للكل يقدر يحضر ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك اسماء. اذا دكتورة يعني في عنا مداخلة، بناخذ مداخلة وبعدين بنكمل الحلقة. ابو مصبح صبحك الله بالخير. السلام على الزمان، وين انت؟ ورحمة الله سمعنا صوتك. وبركاته. كم السلام ورحمة الله. نسمع مبادراتكم جزاكم الله خير، احنا معاكم قلبا وقالبا مثل ما يقول ابو كريم، تحية من منبركم لابو كريم. شكرا لك. احنا ما نبد منكم، الله يطول عمرك. الله يخليك. تحية لاخواننا الموجودين الله يطول عمرك في هيئة الصحة والعاملين فيها الله يبارك فيكم. شكرا ابو مصبح. ولسه دكتورة ندى، انت عادة ما شاء الله، انت صرايفة ابوها الله يطول عمرك. الله يحفظكم.
الو ندى رفعت حواجبها ما فهمت شو قلت ابو مصبح. لا لا صرايت الهاي يعني نورها نور الهيئه الصحه ومركز البرشه الصحيه يعني. شكرا لك ابو مصبح شكرا. العفو والله. لو تابعنا على انستغرام تشوف يعني كيف استويت. والله اقول لو ما هذا القلب يشوفكم ما بالعين يشوفكم. يا سلام تسلم ابو مصبح. الله يحفظك استاذ محمود. انت بعد اخونا وما نبعد عنكم الله يطول عمرك حبيبي. شفت المباراه البارحه ابو مصبح ولا؟ نعم شفت المباراة البارحة؟ لا والله ما صار عندي فرصة. مباراة منو كان يلعب؟ البارحة برشلونة وتشيلسي لاعبين. لا ما قدرت يا ابو محمود. انا شوي كنت شوي والله ان الحمد لله على كل حال. كان ملاحظة الله يطول عمرك لان احنا منكم وفيكم الله يطول عمرك واحنا مرايا يعني انتم مرايتنا ونشوف اللي نشوف فيه الله يطول عمرك. تامر يا سيدي تفضل. الله يحفظك. ملاحظتي البارحة انا كنت صار متجه على مركز المنظر الصحي جزاهم الله خير هيئه الصحه المتمثله من استاذ معالي محمد القطامي واخوان كلهم العاملين وطول عمارهم ان شاء الله جزاهم الله خير على الجهود اللي يقوموا فيها. الكول سنتر انا كان عندي ملاحظه ان اتصلت وكنت ساير ودهديه بسرعه وكان ولدي تعبان شوي وعنده حمى زين جزاك الله خير وناوي على المنظر يعني بس كنت في زحمه يعني وكان تقريبا ساعه 8 الا شيء تقريبا واتصل في الكول سنتر اني ابغى اوصل للمركز الصحي المنظر الصحي اني اتواصل وياهم ان متى بيتم الاغراق ومتى بيكونوا موجودين يعني الدكاتره ويعني عشان ما اضرب خط وانا عالق في الزحمه مثل ما تقول. الاخ رد علي قال لا ما حد خلاص الحين ساعه 8 وما ادري ايش. قلت لي يا اخوي هم موجودين بس حول انتظار 8 الصباح ولا 8 المساء؟ المساء 8 المساء. المساء انزين. ايه قلت لي يعني انا عارف ان يمكن الساعه 9 يسكرون يعني المركز يقفل وهذا زين. ما حولك؟ نعم ما طايح حولك؟ ما طايح حولني وقال لي يعني هذا. قلت له اقول لك يعني ما قالك تتوجه مركز ثاني اجرب لك شيء؟ لا ما توجه يعني الحين انا من منبركم جزاك الله خير ودوم يا ناشد بالاخوان العاملين والاخوات العاملين في الاستقبال جزاهم الله خير يعني انا ما بنا يعني يقول ريال شيب الحين جزاك الله خير اضطر وهذا وبيتصل ويعرف يعني مثلا عطل السايق وهذا الرقم بيتصل مسكين وهذا شو بعرف عاد بالرمس عاد ساعات تعرف انه يرد عليك ساعات عربي وهذا صح احنا لو انه في اختيارات وشي تعرفهم يعني صحيح. بس انه ما شاء الله يعني انا اثني على الاخوات الموجودين في الاستقبال نفسي جزاهم الله خير واضح ما مقصرين يعني باتصال انا زمان اول كنا باتصال رنتين ما شاء الله يقلون التليفون جزاهم الله خير ويردون عليك ويحولونك على قسم السجلات ويقول لك الدكاتره الموجودين فلان 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 والساعه الفلانيه بنسكر وهذا انا يعني لا ما قالوا من حد الله يطول عمرك بالعكس كلهم جزاهم الله خير. صبح انت دائما ما يعني مداخلاتك تكون ايجابيه دائما ما تكون مداخلاتك للمصلحه العامه طالما انت ذكرت يعني شغله صارت معك اكيد هي ان شاء الله يعني بتكون تصف المصلحه العامه. نحن نرفع هذا الموضوع للمعنيين كذلك ان شاء الله ما نعطيهم هذا الاقتراح يا جماعه الخير المفروض انه كذا 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 يكون فشوفوا لنا الريال هذا من الناس الايجابيين دائما ما انا اول مره اسمعك يعني انت عندك ملاحظه تكون على هذا دائما رسائلك شكر ورسائلك جزاك الله خير انا شكر انا انا بالعكس من سوى الكول سنتر هذا انا قلت لهم ليش تقللون الاخوان بمصبح تستخدم الموجودين هناك بالعكس تثني على الاخوان الموجودين بعد بعد الكول سنتر اللي بعد جزاهم الله خير صادق. عملهم اللي يقومون فيه صادق. طيب بمصبح انت عندك الابلكيشن هذا تستخدم الهاتف الذكي ولا؟ انا ما الهاتف الذكي استخدم ما استخدمه لا والله. نوكيا بعدك؟ لا طيبين مال اول مال التالي يا اخوي محمود صادق تمام وصبح ان شاء الله جزاكم الله خير مشكورين. لا والله بالعكس يعني اثني والله مهما نقول ما الله في حقكم الله يطول عمرك ما تقصر بمصبح ما تقصر شكرا لك الله خير. شكرا لك مداخلتك. طيب اميرة تحولين بس موضوع بمصبح الله يخليك على الفريق هناك ممكن ياخذون الاكشن الحين ونحن في الحلقه. ابو عبد العزيز صبحك الله بالخير. صباحكم الله بالنور. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي تفضل ابو عبد العزيز. جزاكم الله خير على البرنامج اول شيء. شكرا لك. وعندي طلب بسيط يعني يتعلق بالحلقه. جزاكم الله خير يعني جهودكم واضحه في الامور الصحيه وقطاع شركات التامين. يا ريت لو يكون في استبيانات في العيادات مثلا تتوزع على العيادات المستشفيات الخاصه
وتاخذوا آراء الناس فيه ومن ثم تطرحوا الملاحظات هذه والأمور على الجهات المسؤولة يعني. ممتاز ممتاز، هذا طلبي. وكذلك يعني تستمروا في البرنامج هذا، لأن البرنامج هذا يعني يفيد، خاصة في الفترة هذه اللي يعني فيها إلزام بالتأمين الصحي. ممتاز، شكرا لك. استفساري على موضوع شركات التأمين حاليا مع التجديدات السنوية. شركات التأمين تقول لك، أنا أتكلم عن الجروبات الكبيرة أو حتى على المستوى الفرد، شركة التأمين تقول لك أنا بجدد لك التأمين لكن بشوف أنا صرفك خلال السنة كيف كان. إذا كان صرف أكثر من اللي دفعته لنا بيكون التجديد أغلى من السابق. صارت معك عبدالعزيز؟ الآن هي حادثة معنا. أنا أتكلم على مستوى الجروبات الكبيرة. بس أنا سؤالي، صارت معك عشان أنا بحول رقمك؟ نعم على طول. ممتاز. نعم هذه نعم الحادثة، هذه الحادثة مخالفة التأمين. هذه الحادثة إذا صارت معك مخالفة، أنا بحول رقمك الحين على الجروب. نعم. يتصلون فيك تعطيهم التفاصيل من A to Z، شو اللي صار وشو اللي استوى بالأسماء وبالشركات اللي نعم خالفت معك. إنزين. نعم. هذه بتصير يعني مخالفة. المفروض أن الدكتور حيدر والتيم اللي عندهم يقومون باتخاذ اللازم بشكل مباشر. أما بالنسبة للسؤال الأول أو الاقتراح الأول، إن شاء الله بتسمع الإجابة لأنه بجاوب عليك وبنطلع فاصل على طول، فسامحنا يا أبو عبد العزيز. في عندك شيء ثاني تبغى تضيفه؟ لا بس، لأن مثل ما تفضلت أن هذا شيء مخالف، يعني يحطوا لك أقل شيء 150 ألف درهم نغطيه. ما من حقه، ما من حقه. ميرا الحين تحولين الموضوع مع أبو عبد العزيز على بيتصلون فيك قريبا إن شاء الله. بالنسبة لشركات التأمين أن يتم فيها استبيان ويتم فيها تقييم، وأيضا هذا التقييم يشارك فيه العملاء. هذا اللي أنا أعرفه. الحين بتكلم عن موضوع سعادة، مش سعاد، تأمين سعادة. سعادة هنالك يعني في أبليكيشن دكتورة تقيمين كل زيارتك من خلال هذا الابليكيشن، تقيمين اسم العيادة، إذا رايحة عيادة معينة تبغينها بعد كذلك تنضاف إلى القائمة. صحيح. تبعثي لهم ويقيمونها، وإذا بالفعل هي قادرة على أن تدخل ضمن المنظومة وتقدم الخدمات بشكل مناسب وتفي بالمتطلبات الخاصة بهذه المنظومة، يتم أخذ الاعتبار في تقسيم لها ما بين 5 نجوم 4 نجوم 3 نجوم، أنت نازلة لهذه العيادات لهذه الأمور. فهذا يصير. أيضا اللي أنا أعرفه الحين أن الدكتور حيدر كان شغال على شيء مثل هذا، لكن ما يمنع أن نحن نجيب الدكتور إن شاء الله عندنا في حلقة كاملة ونتحدث عن كل الأمور مرة ثانية، يعني رفرش. لأن التجديد الحين تأمينات كلها بتي إن شاء الله على شهر 3 وبداية 4 بالضبط، والتأمين الزامي وكذا. وهو عنده بعد كذلك مشاريع جديدة جاية إن شاء الله ما نطرحها معاكم، في مشاريع وايد حلوة طارحينها، منها مشاريع خاصة بمشاريع خيرية ضمن عام زايد، وفي مشاريع أخرى كذلك تهم كل موظفي حكومة دبي بشكل عام يعني. صحيح. ففي مفاجآت جاية نحن ما نبغى نقولها لأن مو بوقت الحين، ما نبغى نحرقها. اي الدكتور ان شاء الله هو بيشرح لكم اياها من A to Z. نحن شاكرين للاخوان اللي تداخلوا معانا في بدايه هذا البرنامج. ايضا المجال مفتوح قدامكم مستمعينا، ما نطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا ضمن برنامجنا صحه وسعاده. هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ما ذكرنا ارقام التواصل على 600551414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب اليوم يعني كانوا مطلعين دكتورة إذا شفتي يعني تقييمات الخاصة بمراكز السعادة. نعم. نحن عندنا مركز متميز كذلك في مستشفى لطيفة.
هذا المركز يعني حاصل بعد كذلك على تصنيف جيد من خلال التصانيف الخاصة بمراكز السعادة. فبتكون معانا إن شاء الله عبر الهاتف الأخت مريم السلمان رئيس قسم علاقات المتعاملين في مستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير مريم. صبحك الله بالنور والعافية أخي محمود. أنتوا كم نجمة حصلتوا ما شاء الله الحين؟ الحمد لله 4 نجوم الحمد لله الله مالك الحمد إن شاء الله نطمح إن شاء الله ب6 نجوم قريبا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله في 6 نجوم في 7 نجوم في 7 نجوم إن شاء الله 7 نجوم هذا إن شاء الله يوم تدري شو وأنتي طالع حاطت لي شو اسمه 500 درهم في جيبي وأنا طالع والله أعطيت روحها محمود بلا صلقت النجوم تبين 10 تبين 12 شو تبين أكثر من تي يا مريم والله ليش لا ما في شيء مستحيل إن شاء الله بجهودكم إن شاء الله أكيد توصلوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب عطينا نبدأ عن مركز السعادة وليش تم إطلاقه وشو بالضبط والله شوفي بالنسبة لمركز السعادة تم إطلاق مركز السعادة بمستشفى لطيفة 2 أغسطس 2016 طبعا تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاتم دبي رعاه الله بإطلاق مبادرة مؤشر السعادة وهي واحد من مبادرات دبي الاستراتيجية اللي توفر أداة قياس للسعادة بشكل يومي وفوري في جميع مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والذكية والمناطق الحيوية في إمارات دبي وطبعا الجميع يسعى لرفع نسبة رضا المتعاملين ومنها هيئة الصحة بدبي صحيح. لذلك صممنا مركز السعادة بمستشفى لطيفة ليضم جميع الخدمات تحت سقف واحد نسهل على العميل الوصول للخدمة جميل. شو الخدمات اللي يقدمها مركز السعادة؟ مركز السعادة احنا نقدم فيه خدمة تسجيل المواعيد، خدمة إصدار وتجديد واستخراج بدل فاقد للبطاقات الصحية، وخدمة إصدار واستخراج بدل فاقد لشهادات الميلاد، وتقديم طلب على تقرير طبي، إدخال وإخراج المرضى، خدمة الحسابات وخدمة الصيدلية. واحنا الحمد لله في 2017 بدينا مبادرة تعد فريدة من نوعها في المركز وأثرت فعلا في رضا المتعاملين اللي هي مبادرة مواليد السعادة بالتعاون مع شركائنا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئة الاتحادية للهوية. ممتاز. أختي مريم كلمينا أكثر عن هاي خدمة مواليد السعادة، من المستفيدين منها وشو الخدمات اللي تقدم؟ الخدمة عبارة عن باقة، هي عبارة عن خدمات مشتركة بين جهات حكومية. تقولي لي مواليد السعادة مريم يعني الولد يطلع من بطن أمه يضحك ما يصيح لأن حفظنا حقه جميع الأوراق الثبوتية. طبعا يتم إصدار شهادة الميلاد والبطاقة الصحية في مستشفى لطيفة، ومنسمى إدارة الإقامة شؤون الأجانب تقوم مشكورة بتسجيل مولود بخلاصة القيد وإصدار جواز سفر، وتقوم الهيئة الاتحادية بإضافة المولود في السجل السكاني، ونضع جميع هاي الأوراق الثبوتية في علبة قيمة قدمها للمتعامل للعميل داخل الغرفة للأهل في الغرفة، تأخذ من المعاملة 4 ساعات بالتعاون مع جميع الشركاء. بعد هذه 5 نجوم نحن نتكلم خدمة 5 نجوم هي فعلا 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 رفعت نسبة رضا المتعامل كل مستانس منها يعني ما لا يلف بدل ما يلف على كل هالجهات الحكومية هو يالس في غرفته الأم يالسة في الغرفة ناخذ منها الأوراق ونرجع لها العلبة بجميع الأوراق الثبوتية الخاصة للطفل والجواز جاهز والهوية الهوية احنا نسجل في السجل السكاني للطفل بس مستقبلا هو يقدر يطلع الهوية لكن عموما شكل يعني شهادة الميلاد الأوراق الثبوتية الأولية اللي يقدر فيها يحفظ حق الطفل ممتاز يعني يكون موجود بس يروح ولي الأمر إلى 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 مركز الهوية طبعة الهوية عند هنا وهذا إن شاء الله نحن مستقبلا حابين نحن يعني يكون في تعاون بينكم إن شاء الله بين الإمارات للهوية إن شاء الله هذا ممتاز. زي كم عدد المتعاملين قلتي لي إذا من خدمة مواليد السعادة في 2016 احنا بديناها في 2016 كان بس مجرد هو تسجيل الطفل بخلاصة القيد فقدمنا 919 أما في 2017 لما بدينا مواليد السعادة الحمد لله 2200 قدمنا يعني 2200 استفادوا من الخدمة من أصل 2538 ما شاء الله ممتاز ممتاز. وهذه أعتقد هل الهدف دائما أن المتعامل ما يضطر يلف أكثر عن مكان خصوصا لما يكون عندنا مولود جديد صح هدفنا ان احنا في المتعامل تقصر والحمد لله كان تقريبا تعتبر زيرو لان المتعامل جالس في الحجره واحنا نرجع للعلبه فيها كل الاوراق. طيب شو الاهداف اللي تسعوا لها في المستقبل خلال السنوات القادمه عشان نوصل للخمس نجوم والست نجوم والسبع نجوم؟
إن شاء الله إن شاء الله. إحنا غير الخمسمية اللي بتعطينا إياها. أصدق إنه بيكون فيه بس إن شاء الله. يحطون أيدية حق الصغارية زين والله. ما بنحرق طبعًا الأفكار الأهداف المستقبلية إن شاء الله بيكون. ترى أنا قايل لنا كذا أنا ما ولا أعرف إنه في شيء ولا شيء بس يا أتخيل. بيكون بنعلن عنها مرة ثانية. بيكون فيه هناك خدمات جديدة في المركز بتعاون مع جهات خارجية جهات حكومية وجهات شبه حكومية وإن شاء الله بنعلن عنها قريبًا إن شاء الله. إن شاء الله. ما بتعطينا شيء يعني. حصري حقنا يعني على اساس يكون في شيء رسمي ووقعنا الاتفاقيه صح ان شاء الله هي حاليا جاري العمل وياهم ان شاء الله على الجهات هذه ان شاء الله ان شاء الله. مشكوره يا مريم. كنا اتمناك تكوني معانا في الاستوديو. قالوا لي انت تخافين تطلعين معانا في الانستغرام ما يحط الصوره علينا ما ما طلعت ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. مشكوره يا مريم السلمان. شكرا لك. شكرا مريم السلمان رئيس قسم علاقات المتعاملين في مستشفى لطيفه. شوفي دائما اللي يشتغلون في علاقات المتعاملين لازم يكونوا مبتسمين يكونون يعني تكون روحهم طيبه يقادرين ان يمتصون احيانا غضب الزبون او العميل. تدرين ليش؟ لان الزبون دائما على حق وهم خط الدفاع الاول. يعني اول ما يدش المتعامل اي منشاه هم في الوجه سواء كان جاي مرتاح او معصب او عنده مشكله او اي شيء هم خط الدفاع الاول. فتواصله مع خط الدفاع الاول هذا خدمه المتعاملين ترى محمود ياثر على رحلته كامله. صحيح. اذا قدروا يمتصون غضبه ويهدونه ويساعدونه تلاقي رحلته تمر في الباقي رحله تمر بسلاسه. بس اذا كان ما عرفوا مثلا ما عرفوا يتعاملون معه او ما عرفوا يتواصل معه تلاقي يتم معصب ليه ما يطلع من المكان. بعد عليهم دور كبير ان شاء الله. من الشباب يشتغل في خدمه المتعاملين وين؟ انزين طوله تقريبا 198 ما شاء الله. انزين ومعضل وكذا جالس على الكرسي. اي اقول له انا اي متعامل بي بيشتكي عندك بس بتوقف له كذا بيخاف بينسى الشكوى. قال لا يا اخي هو من نوع البشوش وسوالف وضحك يعني. لكن قلت لي والله لازم متعابيه ما يحطونك هذا هذا يالي يصورون معاه كم ادشات هذه لا هذا يحطونه طال عمرك مدير الامن في المكان مدير شيء هي صح فعلا يعطيك بس انت شيء اذا شفتيه قدامك بتشتكي انا صراحه بخاف لا هو من نوع سبحان الله يعني احيانا كثير يكون واحد في صحه في مواضيع دكتوره عنده يعني ويكون قوي لكن تحصلينه هادي يعرف يتعامل مع بالضبط. الناس كذا قلب رقيق أي. كان عندنا مدرب في الفنون القتالية في 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 لعبة من الألعاب فهذا ما شاء الله عليه دكتورة شوفينا ما تعطينا أن الرجال هذا ممكن يكون بهذه القوة الجسدية فيقول لي حود أنا سوق السيارة واحد يلف علي مرة ومرتين وكذا وغيره ليه ما وقفني في الشارع. يقول نزلوا تقريبا ثلاثة كان طلع لهم أنا بطاقتي أنا عندي هذه البطاقة زين قال طلعت لهم ما هذه البطاقة قلت لهم شوفوا يا جماعة الخير أنا مدرب محترف للفنون القتالية يخوفوا لا لأن أول شيء كلمهم بهدوء هم معصبين ويدزون قال لهم يا جماعة الخير أنا مدرب محترف للفنون القتالية فالله يخليكم يعني أنا مجرد ما طلع لكم هذه البطاقة خلاص انا ابلغتكم اني انا ممكن يعني اذا تمادوا طبعا ممكن يعني مارس الفنون القتاليه اللي عرفها زين ان الريال يقعد بكل هدوء لان تدرين شو الفنون القتاليه هذه وهذه الرياضات تعطيك مساحه انك انت تتحكمين بنفسك تتحكمين بالغضب بالضبط. اللي فيك لان انا واثق يعني مثلا بي ناصر حبي يدزني وانا واثق اني انا ممكن ازخ ناصر اضربه ضرب زين انا اقول مثلا ناصر. مثلا إيه. ما اقدر يقول طبعا ندى يعني بيقول يعني يقول ناصر بتحصلين انا واثق من نفسي لكن بخليه ما علي ناصر انا اسف حقك على راسي ما نطلع فاصل ان شاء الله يقول السلام عليكم تحيه احترام لاخواني واخواتي بهيئه الصحه دبي واخوان المستاذ بهيئه الاعلام. كلمه السعاده لا تقدر بثمن. شكرا اخوكم ببرعي. ببرعي انت ابو محمود بسميك مو ببرعي البارحة اعترف على ايه قال ولده اسمه محمود ايه. عموما ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل ان شاء الله متواصل معاكم في بعض الرسائل ان شاء الله منشوفها. شكرا لكم. فاصل راجعين. صحة وسعادة. ساعة
سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. ارقام التواصل معنا دكتوره على 600551414 والرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. وفي تليفون يرن بالغلط، كنت حاط لنا سايلنت عشان اسمع الشغله في الفاصل، نسيت احط السايلنت. يلا ما علي، سامحناك عشان بس اقترحت ال 500. انت لا، انت تعرفين كم مره رن تليفونك على الهواء؟ ما يرن. انا اقول لك تذكرين 2017 كم مره رن؟ تذكرين ولا لا؟ 2016. ها، مرحبا استاذ جمال، مسجل هذه تحيه. من يقول رجال ينسونها؟ صبري ان شاء الله، خلينا ناخذ ام احمد. ام احمد زين، وبعدين ما نتفاهم. صباحك ورد. صباحك الله بالخير ام احمد. صباح النور. اهلا، صباحك ورد وجمال. الله يعطيك حبيبتي، تفضلي. انا عندي اقتراح بسيط جدا جدا حق المستشفيات، بالاخص على قسم الحوادث. يعني يوم احنا نصير يعني الحوادث، اذا كان يعني حاله طارئه ابدو يعني تحطون هناك حقنا، يعني اذا واحد محتاج حق الامراي، حق الثاني يسمونه مقطعيه سيتي سكان. نعم، المقطعيه هذول كذا يعني يكون دخاتر موجودين، يكونون في الحوادث مو في النهار، يعني في الليل احيانا يعني يكون دخاتر مو موجودين في الحوادث. ايه، انا اللي عارفه شيء موجود على المدار الساعه، المفروض موجود على مدار الساعه. ام احمد صح، موجود على مدار الساعه، يكون على مدار الساعه يعني. نعم، هم موجودين. ام احمد انا مواعيد وايد بعيده. لا لا ام احمد، انا بقول لك شغله، انا شفت بعيني يعني موجود في الحوادث. ما اقول لك انا شعل عادي في سكان موجودين، انا قصدي على الامراض. حتى الامراض، ايه حتى الامراض موجودين، الحالات الطارئه موجودين، الحالات الطارئه موجودين. ايه، فجزاك الله خير. كان عندي هذا اقتراح، يعني دائما يعطونهم مواعيد، يسيرون البيوت، يعني الواحد يتعب يعني. لا لا، حاله طارئه ياخذوا له يعني هذا. ايه، جزاك الله خير، واقتراح في مكانه، اقتراح في مكانه تماما. الله يبارك فيك، الله يسلمك. شكرا لك ام احمد، شكرا لك. انا اللي اعرفه دكتور انه في الحوادث موجودين، يعني انا شفته. للحوادث الحالات الطارئه يتسوى في حزتها، يعني الام ار اي والسي تي موجوده، كل الخدمات موجوده، ولكن الحالات الاقل مو يعني حسب تصنيف الحالات مو بطارئه جدا ما يقدرون ياخذونهم، لان لو جت حاله طارئه والمريض في الام ار اي، والام ار اي تقريبا 40 دقيقه، فراح يشغل الجهاز، فعشان شيء يخلون حسب فرز الحالات. جميل، انزين خلونا نرجع منورين اخوي محمود دكتور رندا. شكرا لك يا شكرا 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 يا مستمعنا العزيز، ما عرفت اقرا اسمك سامحني. يقول دام الموضوع الشكاوى، انا ويا الوالده في مركز البرشه، عندها موعد هشاشه عظام 9:30 ولين الحين تنتظر. يلا يا دكتوره ندى شوفي لنا الموضوع، المفروض في خدمه سريعه لكبار السن، لانه ما يرمون ينتظرون فتره طويله. في خدمه سريعه لكبار السن، ليش ما دخلتوها؟ في خدمه سريعه، ولكن عندها هاي عياده مواعيد، يعني موعده 9:30. كبير السن يدخل على طول حتى لو عياده مواعيد المفروض. ها ما علي، انا كلمت نشوه في التسجيل عندنا. هي. الاخت لو بعد تسمعنا خلي تصير عند نشوه، بتصير تسال الطبيبه شو المشكله، شو الحاله اللي عندها، وليش اخرت الوالده فارس. طيب ان شاء الله قوله. يا ليت بعد لو تبعثين لنا ان شاء الله على 4006 قبل لا نختم البرنامج، اذا تقدرين تبعثين لنا بس معلوماتك على اساس يتصلون فيك، او مري الريسبشن وعطيهم هذه الشكوى. في 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 بنحولها. دكتورة ليلى معانا مشكورة. طيب دكتورة صبحت الله بالخير، دكتورة ليلى مرزوقي مدير رئيس مجلس السياحة الصحية، حياك الله دكتورة. الله يحييك اخوي محمود. البارحة ما شاء الله تألقتوا بهذا الافتتاح الجميل وهذا المنتدى العالمي حقيقة، يعني في الكثير من المواضيع، شفنا الكثير من الأمور اللي يعني الواحد يفتخر أن إمارة دبي فيه تملك هذه الأمور. طبعا المنتدى كان برعاية كريمة وحضور من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفي مشاركة كبيرة من الخبراء والمتخصصين. أنا ما أبغي أطول في المقدمة، لأن أبغيك أنت تدخلين معنا في الموضوع هذا، خبرينا عن اليوم الأول وشو أبرز الأحداث اللي كانت في اليوم الأول لهذا المنتدى، منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية.
جزاك الله خير أخوي محمود. أنا في البداية يعني أحب أشكر شكر خاص لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تشريفه لنا للمنتدى بالأمس مثل ما تفضلت، وكذلك شكر خاص لمعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، لأن لولا دعمه لنا ما قدرنا أن نحقق اللي حققناه. وطبعا شكري موصول للفريق العمل ولقسم الإعلام في هيئة الصحة دبي، ما قصروا معنا، وأخوي محمود أنت من بينهم. طبعا المنتدى الحمد لله أعماله لا زالت مستمرة اليوم، وأمس الحمد لله الجلسات كانت جلسات جدا ناجحة، وعلى رأس هذه الجلسات كانت المحاضرة الأساسية في اليوم الأول عن الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تطوير السياحة الصحية. طبعا المحاضرة هذه ألقت الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وعلى كيفية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في تطوير واستشراف مستقبل السياحة الصحية. وطبعا أمس بالإضافة إلى المحاضرات اللي كانت عندنا، طبعا معالي حميد القطامي أعلن عن جائزة تحت رعاية هيئة الصحة في دبي، جائزة منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، اللي إن شاء الله بتكون هذه الجائزة سنويا، وهي هذه إن شاء الله أعلنها معالي أعلنها السنة هذه، وإن شاء الله بنقبل الترشيحات وبنشتغل عليها، واللي بالفائزين معانا إن شاء الله بيكون بنطلق بنعلن أسماءهم في منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية في دورته الثانية إن شاء الله. لحظة دكتورة، نبغي تفاصيل أكثر، كيف الترشيح، شو فئات الجائزة، أعطينا تفاصيل أكثر عنها، لأن جائزة مهمة جدا لكل العاملين في القطاع الصحي أعتقد يعني. طبعا هذه الجائزة بتكون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ممتاز. الإنشاءات الصحية اللي عاملة في الدولة ممكن، وكذلك طبعا المنشآت الصحية والمهتمين بقطاع السياحة الصحية ممكن أنهم يشاركون في التقدم ويقدمون على الجائزة. وكذلك التقديم إن شاء الله راح يكون إلكتروني، عندنا أربع فئات للجائزة، وهذه الفئات متمثلة في أفضل خدمة، أفضل المبادرة الأكثر تميزا في السياحة الصحية، والمبادرة أكثر تميزا في الصحة الوقائية والتعافي والاستجمام، المبادرة أكثر تميزا في رعاية المرضى ورعاية العملاء. دكتورة شوي بس الصوت يجي ويروح، يعني نحاول ما نتحرك، أنا عارف أن أحيانا تتحمسين من المكالمة فيروح الصوت شوي. محمد تفضلي دكتورة مرة ثانية. الفئة الأولى كانت أكثر منشأة صحية، المبادرة الأكثر تميزا في السياحة الصحية، الأكثر تميزا، أوكي، المبادرة الأكثر تميزا في الصحة الوقائية والتعافي، نعم أوكي، والمبادرة أكثر تميزا في رعاية المرضى وخدمة العملاء، نعم، والفئة الرابعة المبادرة أكثر تميزا في سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية. ممتاز ممتاز. اوكي دكتوره، شو كيف بتصلون الى تقييم هذه المنشآت وهذه الدكاتره؟ شو الاسس اللي بتعتمدونها، او شو هي التفاصيل الخاصه بالتقييم هذا؟ طبعا الحين احنا في هيئه الصحه بدبي تحت رعايه معالي حميد القطامي اطلقنا الفئات الاربعه للجائزه هذه، وان شاء الله بيكون هناك تقديم الكتروني، بتكون هناك لجنه مقيمه لكل الطلبات اللي توصل لنا ان شاء الله، والمعايير الاكثر يعني تحت كل كاتيجوري تحت كل مجموعه ان شاء الله بنطلقها في في الايام الجايه ان شاء الله. دكتوره ندى دشي في الجائزة هذه مفروض تسوي لك كاتيجوري منفصل
الفائزين معنا دكتورة نداف. أيوة. شكرا لك. الوسطات الحين من البداية. أنا أحب لما يكون في مثل هذه الجوائز. الفكرة يعني الناس تفكر أنا بس هي جائزة والناس تطلع على المسرح، ولكن هي شعال روح التنافس. إحنا كنا نقدم خدمات صحية، ولكن لما يكون في جائزة طالعة من هيئة الصحة بدبي وبهالمستوى تشجع التنافس، تشجع الابتكار، أن الواحد يجيب شيء جديد ومبتكر في هالمجالات وهالجوائز الأربعة والفئات الأربعة اللي أنتوا عندكم، فيصير تنافس أفضل. طبعا في النهاية كله يصب في مصلحة المتعامل. أنا كمتعامل لما أعرف أن راح أروح دولة أو مدينة فيها تنافس بالمنشآت الصحية عشان تحصل على جوائز مرموقة، فنعرف راح أحصل أفضل خدمة وأحسن خدمة، ممكن خدمات أنا ما حصل في مكان ثاني. فهنيكم صراحة على الإطلاق مثل هالجائزة، ويعني نتمنى التوفيق لكل المنشآت راح تدخل في مثل هذا السباق، وإن إن شاء الله الأفضل يفوز إن شاء الله. وطبعا مثل ما تفضلتي النهاية نحن نبغى أن نقدم أفضل خدمة للسائح الصحي لإمارة دبي بقصد العلاج والاستجمام. طيب دكتور أنا بس قبل لا أختم معاك بس نبغي نعرف يعني كيف يقدرون يحصلون معلومات زيادة عن هذه الجائزة والتفاصيل الخاصة بالمشاركة، أرقام التواصل إن كانت موجودة، الفئات وغيرها من المعلومات اللي ذكرتيها. هذه طبعا كل المعلومات بتكون موجودة على الشبكة الإلكترونية هيئة الصحة في دبي إن شاء الله، بكل المعايير والتفاصيل وكيفية التقديم إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله تعالى. دكتورة تبغين تضيفي لنا شيء قبل لا نختم معاك؟ أنا عارف أن ناخذ وقتك، نحن طلعت برا عن الجلسات، لكن يعني نشارك الجمهور بهذه التفاصيل الجميلة اللي ما قدر يحضر ويعيش أجواء منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية. طبعا احنا اليوم كان عندنا قمة للسفراء والدبلوماسيين بدوها الساعة 9:30، وكانوا موجودين معنا أربع سفراء وقناصلة من ماليزيا وتايلند وأوغندا وكذلك من الهند، بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة، شرفنا بوجود اليوم. وطبعا هم قاموا يتبادلون خبراتهم في مجال السياحة الصحية والتحديات اللي واجهتهم وكيف ممكن انهم يشاركون جميع الحاضرين المنتدى اليوم الآراء والخبرات اللي هم خبرات بلادهم في المجال هذا. جميل ممتاز. نحن شاكرين لكم دكتورة هذه الجهود الجميلة. أيضا بعد أن استغل الفرصة توجه بالشكر الجزيل كذلك للشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية اللي موجودة معاكم ضمن هذه المبادرة واللي يدعمون كلهم الهدف الرئيسي اللي وجه فيه حقيقة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالأمس. فكل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي. ذكريني دكتورة إذا طيران الإمارات. طيران الإمارات، شرطة دبي، والإدارة الجنسية والإقامة، هي نعم. وبعد عندنا دائرة السياحة معنا بعد، كذلك القطاع الخاص اللي هم شاركونا وكانوا الرعاة الأساسيين، ومنهم المستشفى الأمريكي ومستشفى نيوروسباينال، جراحة العمود الفقري، مستشفى العمود الفقري، وكذلك مستشفى تنبي و كينغز كوليج، وكذلك كان عندنا الانمسي وثمبي هوسبيتال. جميل، شاكرين لك دكتورة وكل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. شكرا. كانت معنا الدكتورة ليلى المرزوقي مدير السياحة مجلس السياحة مجلس دبي للسياحة الصحية، وطبعا هي الدكتورة للأمانة بعد كذلك هي رئيس مجلس السياحة العالمي. صحيح، يعني منصب السياحة الصحية هي في العالم، يعني شيء جميل. ودكتورة من دولة الإمارات. صحيح. مميزة دائما وقدرت أن توصل لهذا المنصب الكبير بجهودها ودعمها دائما السياحة الصحية في دبي، وإحنا أكثر مرة ذكرنا عن السياحة الصحية، فهو المسمى روحها جميل محمود فعلا، إنها سياحة ولكن صحية. إنها ماذا؟ سياحة ولكنها صحية. سياحة تيبينها دكتورة عشان الفصحى يعني؟ اي عشان اني احاول اسوي بالفصحى. طيب هني عنا عاطف يقول محمود اعتقد ممكن يفتحون حساب توفير للطفل في بنك وطني ويدعون فيه 1000 درهم مني انا. يلا يدعون. تحياتي عاطف نافع. شكرا لك يا عاطف. 1000 درهم انا قريت 10,000 اول انت.
بالغلط صفر زيادة. زين فهالأشياء الصفر زيادة هذا 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 اللي ما كان متابعنا من البداية كنا نتكلم على أساس إن ليش ما مراكز السعادة الخاصة بمستشفى لطيف مواليد السعادة يوم سعطونه فكان في اقتراح أنا جبته يعني بالمزح إن ليش ما يحطون فلوس حق هذا محمد قال 500 بعد إيه لكن الظهر الجماعة مخططين حق شيء ما قالوا لهم أول 500 حق محمود بما أنه اقترح وما كان يدري هذا حق الأطفال يحطون تدرين نحن عندنا عادة كذا أحيانا يوم سيرين في ولدي دي دي آي في الأسرة ولا شيء تحطينه في القماط في القماط عاد عقب ما يطلعون الضيوف الأم تمدور في القماط زين هذا منو حطه منو يابه منو ما أدري كذا ما يعرفون ايه مو مهم نعرف مو مهم نعرف جزاكم الله خير اي واحد يزور الام المربيه جزاكم الله خير اهم شيء تخشيش هذا الام هاي تحركه تخشيش روحها تونس الام والله الحين ما يسوون شيء دكتوره لا الحين يسوون الحين يسوون طبعا البنات الصغار كتاكيت لا ما يسوون شيء يبون ورد ويخشون في البيزات بس الحريم تلاقين ام خالة الولد يدتها عمته لا يخششون داخل القماط ماله السلام عليكم عندي ملاحظة على مستشفى لطيفة السنة الماضية كنت أتابع عند الدكتورة ذكر اسمها وأخذت كذا موعد وكل مرة أسير أنتظر لين يجي دوري وعقب الانتظار أدخل أحصل السسترات ويقولون الدكتورة عندها مقابلة وصارت اجتماع وعقب هم يشوفون تحاليل ويقولون كل شيء تمام الموعد عقب شهرين المرة الثانية اللي سردتها بعد ريت قالوا الدكتورة طلعت شو تبين تشوفين حد ثاني من يومها أنا فقدت الثقة في المستشفيات الحكومية إذا الدكاترة عندهم التزامات ليش ما يخبرون الحرمة أول ما توصل عشان تقرر التم أو تسير وغير شيء إذا الدكاترة طول الوقت عندهم التزامات لا يحطوا لهم مواعيد الكلام سليم يعني إذا الدكتور نفسه ما عنده وقت حق المرضى لا إذا عنده مواعيد لازم يقعد يشوف مرضى أو يحول مرضى على طبيب ثاني ويخبر الطبيب إن أنا بحول جدول مثلا طلع له شيء طارئ اليوم اجتماع طارئ ظرف طارئ لازم يحول مرضى هذا التزام من الطبيب يعني ما يسوي يترك مرضى ويروح وما يعني ما يعرف المرضى يتشتتوا ما يعرفون عن منو يسيرون طيب يا ليت بيتصلون فيك أو بيتصلون فيك لانه بما اننا رايحين مستشفى لطيفه فبيتصلون فيك اختي صح وتعطينهم تفاصيل الموعد ومتى تم وكل التفاصيل في هذا الخصوص على اساس انه يقدرون يتخذون اللازم لانه احيانا بعد يا جماعه الخير الاطباء بعد يعني ملزمين ببعض الامور الثانيه منها يعني هو او صح طبيب ويعالج وكذا لكن في بعض الامور الاداريه عنده مثلا دكتوره ندى موجودة معنا في هذه الساعة هي طبيبة لكن موجودة تساهم يعني مساهمتها كبيرة كذلك في توعية المجتمع فهي موجودة معنا خلال هذه الساعة الإذاعية لكن أنت دكتورة ما تحولي مواعيدك على لا أنا دائما أقول للناس المتعاملين أو اللي يطرشوا لي دكتورة نبني نشوفك في العيادة أقول لهم تواصلوا مع العيادة اسألوا إذا أنا موجودة أو لا أنتوا تعرفون هذه الساعة في الإذاعة بعدها ما أقدر أوعد الناس مثلا أقول لهم تعالوا لي مثلا الساعة 11:30 أو 12 ويطلع عندي اجتماع طارئ والطارئ أسير وما رم أتواصل معاكم قبل ما توصلون اتصلوا في العيادة هل دكتورة ندى موجودة ولا لا عشان ما تيون فعشان تعرف ما يسوي إزعاج للمتعاملين زين هذا ابو برعي يقول سمعت اسم محمود ما عرف مقصود ابني برعي او اخونا مقدم البرنامج والسموحه والد محمود الاعتراف بالذنب فضيله والله وبعدين كاتب قام حظك يا برعي ربحت مبلغ يا سلام ابو برعي هالحركات هاي ما تشعلين زين تيرس هذا توصلنا شو اسمه مسجات وهذا و ما ادري كيف اهم شيء دوم تكون مستانس اهم شيء برعي مقمط اذا في القماط بتمر دكتوره ندى بتحط له 1000 درهم ها يستاهل انتوا دكاتره رواتبكم عاليه اي صح صح؟ المهم وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم ان شاء الله باكر بيكون عندنا تغطيه مميزه كذلك للعديد من المواضيع الاخرى نحن نسعد مستمعينا بمشاركتكم باتصالاتكم فهذا البرنامج مثل ما نقول دائما منكم واليكم اذا عندكم اي اقتراح اي ملاحظه اي شكوى اي شيء ممكن ان تدعم تطوير الخدمات عندنا فالمجال مفتوح لكم نتمنى ان شاء الله مشاركتكم الدائمه لنا من خلال هذا البرنامج بالختام أتوجه بالشكر الجزيل ميرا الخفلي مشكورة يا ميرا ما قصرتي ناصر السليمي تسلم يا صديقي وشكرا لك يا دكتورة ندى الملا شكرا لك يا محمود وكل حد تواصل معنا
وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، حتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.